مرحبا بكم في قناة من الطبيعة. سنقدم لكم روتين أسبوعي يتكون من ماسك ومقشر ومرطب، أتمنى أن ينال إعجابكم. لنتعرف أولا على المقشر، نحتاج في المقشر إلى ملعقة قهوة وشريحة طماطم. نغمس شريحة الطماطم في القهوة ونقوم بتقشير الوجه بها بحركات دائرية وبلطف. الماسك الثاني يقوم بترطيب البشرة وغلق مسام البشرة وتفتيحها أيضا. تحتاجين في هذا الماسك إلى ملعقة نشاء وطحين أرز وملعقة من الحليب كامل الدسم. نقوم بخلط كل هذه المكونات ونطبقها على الوجه. نقوم بعمل مساج للوجه بحركات دائرية ومن الأسفل إلى الأعلى لشد البشرة وشد الترهلات وشد التجاعيد وللحفاظ على بشرة مشدودة دائمة. تحتاجين في هذا الماسك إلى ربع حبة موزة طازجة وملعقة طحين أبيض وملعقة من البن. نقوم بخلط كل هذه المكونات. هذا الماسك مغذي جدا للبشرة ومرطب للبشرة ومفتح للون البشرة ويقضي على تصبغات البشرة، وخاصة أننا في فصل الشتاء فهو مفيد جدا لتغذيتها وترطيبها بشكل دائم. اتبعوا هذا الروتين بشكل أسبوعي لمدة شهر على الأقل. Thank you.